الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. ماشي، احنا ما زلنا في القاعدة إحسان. ماشي، فصل التمييز وليه الصغير والكبير خلصناه؟ احنا في التمييز واخذنا التفاوت، فالتفاوت لا ابتدأناه تفضل، وفي التفاوت تكلمنا في نفس الوقت. التفاوت تفاوت وقوله فيه ايضا، نعم ده هيدخل معه التفاوت ايضا، بس هو يقرا بقى التفاوت ايه 13. خذ يا شيخ لو ده افضل لك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر. ثم قال رحمه الله: وقوله فيه أيضا في تفاوت الكبائر وفي الوقوف على تساويها وتفاوتها عزة، والوقوف على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت. ولا يمكن ضبط المصالح والمفاسد إلا بالتقريب، ولا يلزم من النص في كون الذنب كبيرة أن يكون مساويا لغيره من الكبائر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. نعم نعم. طيب، هنا تكلمنا على مسألة تمييز الصغيرة من الكبيرة، وبينا الأحكام المترتب عليها. المترتب عليها، وأيضا أظهرنا أمرا آخر، وهو الكلام على مسألة ترتب الحكم. الفسق يرتب على إيش؟ هذا تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، صحيح؟ طيب، وأيضا تكلمنا على أن المعاصي عند الله تتفاوت، الصغائر ليست على وتيرة واحدة، والكبائر ليست على وتيرة واحدة. من الصغائر ما يكفرها التسبيح، لو قال سبحان الله تكفر، ومن الصغائر ما يكفرها الوضوء بين الصلاتين، لو اعتاد عليه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومن الصغائر ما يكفرها التسبيح، ومن الصغائر ما يكفرها مجلس من مجلس العلم، كما قال عمر بن الخطاب: مجلس واحد يجلسه المرء يكفر الله به عنهم 70 مجلسا. وهنا الكبائر أيضا سنبين بقى فيها كيف تكفر، لكن الكبائر أيضا تتفاوت درجته. وقلنا أعظم الكبائر خطرا هو الشرك، لأن صاحبه يكون خالدا مخلدا في نار الجنة. وتكلمنا على الشرك، يليه أيضا الشرك، لأنه ينزل تحت مسمى الشرك، وهو الشرك الأصغر الذي هو وسيلة للشرك. وهذه تبين لنا قاعدة العلماء أن الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام المقاصد. هنا نقول أيضا في هذا الباب في الترتيب: قتل النفس يأتي بعد الشرك. يعني احنا قلنا ترتيب المعاصي ترتيبها فيما قاله العلماء في الضرورات الخمس من مقاصد الشريعة: حفظ الدين، ثم حفظ النفس في هذا الباب. ولذلك لا يقال بأن حفظ النفس يقدم على حفظ الدين، هذا خطأ بين أيضا، لأنه بعض العلماء أخذ التخصيص فعممه، وهذا خطأ. أنا عندي ساعات أقسم ما في أحد فاهم اللي أنا قلته، سأعيده واللي فاهم يرفع. ماشي أنا أقسمت. أنا قلت سأقسم، ما أقسمت. أنا أتحايل عليكم بكلامي، مش داري، ناسي، هو ناسي المكان يحدث له. أنا قلت سأقسم تحايلا عليكم. أقسم بالله لو كنت قلت أقسمت ما كنت هجاوب. الله يرضى عليك. إذا أدخل على السرور وأجب. لما النبي صلى الله عليه وسلم قر عمار رضي الله عنه، هذا هو التخصيص. لما قر عمار فيما قال: لو عادوا فإيش؟ فعد. هذه فيها دلالة واضحة جدا. الآن قلنا لا، هذه المسألة ما جاء التنصيص على التخليص منها تقدم بالنص ولا تعمم، وحفظ الدين مقدم، دينك دينك لحمك دمك في هذا الباب. فلا بد أن تعلم أن الدين مقدم على كل شيء، ومناطات الأمر عند موارد الأدلة. ولذلك قال حتى شرع من قبلنا الحديث الضعيف، قال: قدم ولو ذبابة. قال: ما أقدم ذباب؟ التوحيد، فقتلوه. قال الحديث مش صحيح، لكن فعل ذلك. دينك، فالمقاصد الأصل فيها كما قلنا الدين يقدم ثم النفس. فمن الكبائر قتل نفسي، قتل نفسي من الكبائر، من أعظم الكبائر. هذه مشكلة كبيرة جدا، لأنها ملتصقة بمسألة الشرك.
لأن فيها أدلة على الخلود، ولذلك الجرأة على الدماء ليست بعدها جرأة، يعني يبقى بعدها أن يشرك بالله. من تجرأ على الدماء يبقى بعدها أن يشرك بالله. أعظم ما يكون من الإثم الجرأة على الدماء، وهذه مشكلة لا يتصورها من إلا من رق دينه، وإلا أو لا يهجم عليها إلا من رق دينه ولم يجد رقيبا عليه حتى ينجو، ويكون الله تعالى أراد هلكته بذلك الدماء بالذات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني مثلا صحيح، قال ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، الإيمان يرتفع عنه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح هلكته على المشارف. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقتل النفس بوابة الكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله جميعا، أكبهم الله في النار ولا يبالي. وحد جاء موقوفا مرفوعا ابن عباس كان يطوف الكعبة يقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وشرف المؤمن عند ربه أعظم منك أعظم منك. فالحاصل هنا في هذا الباب الهجوم على سفك الدم البريء لا يفوت عند الله جل وعلا. كفى بقولي وعزتي وجلال لأنصرنك ولو بعد حين، هذا نصرة الله. ولذلك ترى يعني طالب علم يزيد يقول دم هذا عندك، دم هذا عندك، ما حد يأخذ بدم هذا إلا أنت، والله إذا أخذ لم يفلت، ذا حال من الأحوال، والله إذا أخذ لم يفلت. فالحاصل أن مسألة سفك الدماء أعظم المسائل جرما بعد الشرك بالله. ولذلك يتبناها زيد وتبنى ابن عباس أن قاتل النفس إيش؟ مخلد في نار جهنم، ليس له توبة. لأنه شوف من ناحية النظر أنا أرى القوة كلها مع زيد ومع ابن عباس، ابن عباس حتى أجلاها. قال طيب الآن أليست من تمام التوبة أن يرد المظالم؟ كيف يرد روحه؟ خلاص هو أعطى نفسه للأولياء وتاب إلى الله كما قلتم، وجب عليه الآن أن إيه؟ هو إن بقى يرضاه من ومن الذي يملك الروح عشان من أجل أن يرد هذه الروح للمقتول؟ لا يملك، وده ملوش غير إجابة واحدة فقط. يعني هذا النظر قوي جدا، دليل ده قوي جدا، طبعا تمسكونا بالآية. وابن عباس قال لن تنسخ، قال الله جل في علاه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول إن آية الفرقان ليست ناسخة، ابن عباس ومع عباس ترجمان القرآن. الرد عليه فقط هو رد واحد بس نظرا، ايش يا استاذ لقمان؟ ايها الحكيم، لا يعني اذا انت نهر جارف ونحن نختلف من معين حضرتك حتى نصل، ائتينا من نهرك بما شئت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يضحك الله الرجلين يقتل بعضهم بعضا، ليس في النزاع، هذا ليس في النزاع يا استاذ يا نهر يا جارف، لكن ممتاز جزاك الله خير. ها شيخ على الحديث الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ولديه فخر. نعم ماشي، هذه دلاله، بس انا اريد الرد على ما قال ابن عباس وهو اقوى ما يكون. كيف يرد روحه؟ كيف يرد روحه؟ لا يستطيع. هنا شيخ ممكن نقول ما حدث ابو هريره انجوز يبي هذا نعم، هذا اجمالا يقال هذا جزاء انجوز يبي، لكن سياتي مانع، ما انا اريد المانع الذي يمنع، فاهم؟ مع الرد على ايه؟ على النظر الموجود. أتحد يقول شيخنا ان هنا ان تعذرت نقلنا الى البديل الاول المانع، احنا نقول المانع من الخلود بايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفر ماشي في جهه الاثر، النبي صلى الله عليه وسلم نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الامر اما الاولياء عفو او دية او يقتل قصصا وخلاص. طيب لكن شيخنا من جهه النظر والله تعالى اعلم واعلم ان احنا شيخنا ان تعذرنا رد المثل رد يعني تعذر يعني تحل المطلب رد بدل، ما في بدل للروح، هو روح، هو ما في بدل للروح، روح هو للاولياء مش للثاني، لا ينتفع بها، المظلمه ما زالت والله يرضي المظلمه هو هذه، افهم هذا، نقول الان هو ما هي هذه، الله سيرضيه
لأن الله سيرد عليه روحه. ما هي المسألة إيه؟ مش رد الروح، من الذي يملك ردها؟ والله يفعل ذلك لمن؟ للذي تاب وقتل 100 نفس وفي الجنة. يبقى 100 نفس من الذي سيرد عليهم أرواحهم؟ الله. يبقى الله عمل إيه؟ سيتوب عليهم. هو ده هو الله طيب لهم من أجله هو. فكان رده بيقول كيف يرد عليه روحه؟ لا هو مش هيرد عليه روحه، ده هنا الوكالة ستكون إذا صح التعبير. هو وكل ربه أن إيه؟ أن يرد روحه لما رضي الله عنه، عندما تاب وقبل توبته. فيبقى هنا الدليل القوي لابن عباس مردود عليه بهذا، بأن الله سيتكفل بإيه؟ برد الروح، سيتكفل برد روحه ويدخل الجنة. فهمتوا هذه المسألة؟ يبقى هذه المسألة مسألة ظاهرة في هذا الباب على أن مسألة القتل من أعظم ما تكون، لأن ابن عباس قال لا توبة له، وزيد بن ثابت أيضا قال لا توبة له. هذه دلالة على أنها مسألة ليست بالهينة في حال من الأحوال. ويدخل فيها طبعا مسألة القصاص والجروح القصاص، الفروع أنتم تطلعوا عليها. الثالث وهو إيش؟ العرض. العرض مقدم على المال أيضا. فلذلك كان الحد في الزنا رجم الإيه؟ رجم الزاني المحصن، والقاذف أيضا جلده، وهذا من الكبائر. لكن تبقى مسألة متعلقة بها عشان تعلموا أيضا، هي من الكبائر. والزنا طبعا الزنا كل شيء لا يكون فيه علاج ليس زنا، ليس كبيرة، صغيرة. وهذا قاله أبو هريرة، وقاله كل من قال من أهل التفسير في هذا الباب. أنا بينت ذلك، تكلمت عنه ولا ما تكلمت؟ يعني حتى لو عانق ولو قبل فهو صغير، فهذه صغيرة. الكبيرة هو العلاج فقط، وده نص صريح. قال الله تعالى الحديث الصحيح قال والفرج يصدق هذا أو أي كذب، والفرج يصدق هذا أو كذب. زي أبو هريرة قال ما أسعدني بما قال ابن عباس قال ما أسعدني بما قال أبو هريرة في قولي إن تجتنبوا كبائر ما ترون أن أكفر عنكم. قال الذين اجتنبوا كبائر نعم إلا اللمم. قال أبو هريرة اللمم القبلة من اللمم، لا هو فوق القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الرجل وقال أتيت منها ما يأتي رجل من زوجي. فهو لا ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش على هذا على ماعز الماعز، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال طهرني رجل أحسن من في أحد. وأبو بكر قال له يا رجل سترك الله في إيه فاستتر بسترك. وعمر نفس عمر ده أشد الناس في الإنكار، قال يا رجل سترك الله فاستتر بإيش بستر. قال لا حتى يطهرني. فقال أسبقت الوضوء صليت معه؟ قال نعم. قال إيه هنا بقى كم من فاعل لذلك صلى بين الصلوات المتتابعة التي أتت، فكم يغفر له. عشان كده يعني أقول يا ويل من يقف عند هذا الباب ويعير أو إيه. نعم يا ويله في هذا الباب. أولا الله استدرجه عشان هو يقع في هذا، وسيقع ورب العزة لا محالة. أنا هذا سترونه سنة كونية ورب العزة لا محالة. والأمر الثاني قد لا يجد خلاصا، قد يكون الذي عيره خلصه الله لعلمه به، وهو لعلمه الله تعالى بدناءة ما هو فيه لا يخلصه. وهذه مشكلة كبيرة. لكن طبعا ما لو من الذي يوفقه للتوبة؟ المسألة راجع لهذا. فهي المسألة لابد. عشان كده قلنا أن دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه المسألة. فقال علماء في هذا الباب من عير يعير في هذا الباب قبل أن يموت لابد أن يقع فيه في هذا الباب. فهو هنا المسألة كم وكم صلى من الصلاة، كم وكم توضأ من الوضوء، كم وكم اغتسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لأن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء في اليوم 5 مرات هل يبقي من درنه من شيء؟ هل يبقى من درنه من شيء؟ الأولى فعل والأولى والثانية فعل. هل يبقى من درنه من شيء؟ هل يبقى من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه من شيء. قال هكذا الصلاة الإيه؟ 5. ولما قال عمر أيكم أحفظ ده حديث الفتن قال نعم فتنة رجل في أهله وماله تكفرها الصدقة والصدقة. قال لست عن هذا أسأل. قال تسأل الفتنة التي تموج كموج اللي هي الكبيرة جدا في هذا الباب. فانظر كيف الشرع يعطيك قالبا تفهم كيف تضع الناس فيه، قالب من الأهمية بمكان في هذا الباب. ولذلك هنا مسألة عزيزة، وهي مسألة إقامة الحد أولى وفيها مصالح أعظم مما تكون. أم الستر أولى؟ ستر إقامة الحد
اولى ام الستر؟ الستر الاول مع التوبه طبعا. ولذلك النبي لقن معزه، قال لعلك قبلت، لعلك فخست، لعلك، قال افعلت كذا بالنص الصريح ليس فيها ثمة شيء، افعلت كذا؟ فقال قال نعم، قال لا، قال له اتدري ما نزلنا؟ قال يعني، وقال استنكبوه، ده شارب خمر، روحوه. هو يريد انه ما يذهب ويلقنه لانه ما يقبل عليه الحد. شوف الاعظم من ذلك، لما انطبق الوصف والاسباب باسرها انتهت، كل ما يعطيه المخرج لا يخرج، فقال ارجموه، وهم بيرجموه هرب. قال قومي خدعوني، لم يقولوا لي انه سيقتلني. وطبعا دي مساله فقهيه مهمه، ايش هي؟ سعيد شوف، سيب سعيد بقى عشان ينشط عقله، وهو ان الجهل بالعقوبه لا ايش؟ لا يحميه منها ولا يرفع عنها، طالما يعرف انه ايه؟ يعني انه محرم، هو يعرف انه محرم، لكن ما يعرف ان مداها تصل الى ذلك يحاسب. لكن فر، لما فر وقتل الاخر بعظم جمل، جمل، شوف الجمل ولحم الجمل، قتله به، ضربه به، قتله. قال النبي هل تركتموه تاب فتاب الله عليه؟ لكن الله قدر ذلك لانه بيسبح في نار الجنه، بيسبح في نار الجنه. فالغرض المقصود هنا كان الستر اولى، ولان النبي قال يا هزال اما تستره بثوبك؟ اما كنت تستره بثوبك؟ تستره بثوبك يعني ايش؟ غطي وامره ايه؟ وامره بالتوبه. تستره بثوبك وتامره بالتوبه في هذا الباب. فهنا هذه المساله ايضا لابد ان تفهم، ما الاحب الى الله جل في علا؟ ما الاحب الى الله؟ وهذا كثير من الطوائف ليس عندهم هذا الفقه، بل عندهم ضد هذا الفقه، لذلك يحاربون الله وهم يقولون نحن دعاء الى الله. يحاربون الله، لا يفهمون من ذلك، يحاربون الله وهم يقولون دعاء الى الله، يصدون عن سبيل الله ولا يفقهون ان هذا من باب ان يجلب سخط الله جل في علا. مشكلته بقى الذي تصدر ذلك والذي فعل ذلك، سواء كان متأولا، لان لا ليس له تأويل، هذا الباب ليس له تأويل، مرهوش هو طبعا هذه المسألة طبعا لا هي قالت له، قال لها زميلتي، قالت نعم مع مرهوش بدرهمين، الكلام ما كان يعني كلام عجب العجب طبعا عجب. فعثمان قال انها ايه؟ تسفر عن ذلك، ده في، مش عايز اقول الكلمه الاخرى، في قوه في الاظهار، قال انها لا تعلم امير المؤمنين، تركها. مش ممكن اقول لا يعلم شيخ الستر، ما احد يعلم، ما لا يمكن الستر، انا اقصد ده بقى الثاني اللي هو يريد اصلا بيصد عن سبيل الله، انا اعلم، مش ممكن ما يعلم، فمحاسب في هذا الباب، فبيكون بذلك صد عن سبيل الله جل وعلا، وعدم فهم انه يضع المسائل الفقهيه الشرعيه ايه؟ مواضعها، والموفق من وفقه الله جل وعلا. ولذلك شوف كثير من الايات التي ذكرت علم الله، لابد ان ترى هذه الصفه مقترنه بصفه ايه؟ الحكمه. لابد ان ترى الاسم العليم معه الحكيم. فالحكمه مع العلم ان تضع الشيء فيه، قد تجد علما ولا تجد حكمه، فتجد مساوئ لا يمكن ان تتصور، فلابد من علم وايش؟ وحكمه. طيب وايضا في ذلك العقل، من التفاوت، كل ما كان يضر بالعقل فهو كبيرة، أعظم من كبيرة السرقة. العقل، العقل أصل العقل مرتبط بالدين وبالنفس وأيضا ولذلك هم قالوا إيه؟ مش هم حتى العوام يتلسنون بهذا الكلام، كلام صحيح، مش قالوا الخمر هي إيه؟ أم الكبائر. طب الخمر أم الكبائر ليه بقى؟ لأنها لو غطت على العقل انتهى، ما أنت لو سيطرت على العقل إيش تفعل؟ انتهى. ما هو من سيطرة على العقل، واحد بيقول نحن مع فلان كموسى مع الخضر، مين المجتهد هذا الذي قال له هذا الكلام؟ من هذا؟ وبعدين ما وصلش للاجتهاد حتى يقال به كده، كالميت بني نادم وسيم، كالميت هو قبل ذلك؟ لا دول مسخين قوي، ايه؟ دول ده حفلة أخرى، ده شادر آخر، خلينا في الشادر اللي هو ماشي معانا، قال هذا تصريحا، قال نحن كموسى مع الخضر. طب الخضر بياتيه الوحي. لا شيخ، هذا يدل على ان نظرهم للقدر لا الى الشرع. لا انت تريد تفجر الماسوره تاني، فالسكوت اولى، لكن هذا الحق في هذا الباب، العقل هو اهم شيء، ولذلك احنا بنقول كل من اجر عقله لغيره لا فلاح فيه.
أما قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إيه مع فيوطي نفسه. لكن هذه ليست على إطلاقها، لأن الإنسان الذي يرجع إلى أهل العلم المتقنين ليس مع. فهمتم ولا ما فهمتم؟ لكن الذي يمشي على العمى وبعد ما يظهر له هو متى يكون معه؟ أحسن وأساوي بس هو هذا. وإنه لما يأتيه إظهار إشراقة الدليل يقول لا أفعل. أقول هذا إمعة مذموما بهذا الباب، لأنه جاء مادة النجاة ولم يأخذ بطوق النجاة في هذا الباب. فالعقل أيضا شرب الخمر وكل ما يزيل العقل كبيرة من الكبائر. طب البنج الحق عشان نزيد، كل ما يزيل العقل بنشوة كبيرة من الكبائر، وهذا أصله نص قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسكر إيه خمر. قال وكل مسكر خمر، يبقى الشعير ماء الشعير إيه حلال. ليه يا عم شوف ماء الشعير بتذب العقل؟ لا لازم تضيف ليه شيء الكحول يعني راح اشرب شوية تجيب ماء الشعير لازم يحط عليه حلال، لازم يحط عليه. ما هو أنا بتكلم على ماء الشعير اللي هو فيه كحول اللي هو بيتخمر. أنا بتكلم على ماء الشعير بيتخمر إيه؟ شيخ البيرة هو صح بيقول له بيتغلى في البيت ده حاجة تانية. لا هو أصلاً اللي بيتخمر خمر. يعني البريل بقى البريل لما أشوف لو واحد شرب منها خمسة ممكن عقله يذهب؟ ولا يسمى روح شيخنا ولا كرتون دين يا شيخ. ها؟ ولا كرتون دين بالله عليه. شيخنا الخمر شيخنا إضافة لماء الشعير يعني الكحول إضافة. هو قلت له كده شيخنا خالي من الكحول. شيخنا هي الخمرة أصلا هي نكهات بنحط عليها كحول، فالفكرة في كحول. يعني هو أصلا النكهات كلها ما فيهاش حاجة، يعني سواء كانت هي لبيز كانت بالعنب كانت بالبيز. دخل في غلط. أنت تصف خالص. مالكش دعوة بالكمبيوتر خالص الآن. وبعدين إيش هي الخمر نكهة؟ هي الحق. أنا أقول إذا تخمرت فأثرت على العقل بنشوة فهي خمر. خد الوصف ده. أي بس كده. البيرة بقى تبقى إيه يا أستاذ باشمهندس؟ تبقى خمر. ليه؟ عشان بتسكر. الحمد لله. أه نعم. عشان تخمرت بوك عصير قصب بتخمر. لا البيرة عصير قصب. عصير قصب مسيب هتخمر من ده. ما ده لبانة يا شيخ. ده لبانة. والله يا شيخ عصير قصب بتحط عليك خمر. لا بيتخمر وبيتجرم. دلوقتي انت مختص في القصب ولا في الزعزيع؟ لا هو الحق. خذ هذا الباب، كل ما خامر العقل بنشوة فهو خمر. في حد زي انا اقول الافيون ده يخامر العقل. قالوا لي ذلك ما ادري. انا خلي بالك قبل التزام وبعد التزام انا ماليه شأني بهذه الامور، لاني كنت اشعر بان بيبقى فيها كبائر او حاجه كده. ففهمت او ما فهمت الافيون قال لي ثقه، ده ان كان ثقه في الباب يعني. طب اسمعني بس عشان انتوا تفهموا، عشان الناس ممكن انت تحسب. اقسم بالله انا سئلت ممن يختص بالدين انا استبيح ذلك ام لا، ويريد لانه له هدف معين في هذا في عقله، ويراه له فائده كبرى في امر معين. فلما سألني أنا جاني اندهاش، بس أنا قلت له الاسم أصلا يدل على التوهان. قال لي لا لما ما تعرفش ما تتكلمش. قلت له حرام. قلت له ها السعيد منتشر وده سعيد، وبعدين المفروض ده السعيد سعيدنا يعني. الأفيون حقا يغطي على العقل ولا ما يغطي؟ خبرتش لا يغطي يعني. سيبنا نسير في الباب ام الباب بس صدقني لا تعرف لا يغطي. شيخنا ممكن انا اسف ممكن النفس لو لا يغطي ممكن هو كده انا اسف نسير عشان يعني بعد الخبره انا مش قصدي على حاجه والله بعد الخبره يعني اول ايوه اول الجرعه الاولانيه يقول لك انا فايق. شيخنا جرعه ما هو خلاص ما انا ده بتكلم اسمعني عندما تتطاول تؤثر تغطي لا يغطي منه كتير. انت جربتها كم مره يا باشمهندس؟ خلاص يبقى تسكت خالص، يبقى ما تنطقش امامي، اياك ان تتكلم. والله انا الرجل قالها لي، شوف هو بيسالني وبيستفتيني. قال لي لما ما تعرفش ما تتكلمش. قلت له وجب. قلت له وجب لان انا مش داخل في الموضوع. ملخصه عباره عن شبه منشط يعني الجسد بس
ما هم يريدونه يريدونه لذلك بس هم يريدونه للخمول ده في ناس بتستخدمه في الحكم تحت اللسان اما تحت اللسان مشطط اسمعوا بس عشان ده هيتعدى على امر في اليمن منتشر جدا اسمه القات بياخذونه تحت اللسان ويقولون هو يعطيه بعض التنبيه فلان انت كده كل كافيه هتقول ايه ده القهوه كل ده هتكلم فيه المهم خلينا نتكلم الافيون يغطي ولا ما يغطي شكرا الافيونه مسكره سيد الافيونه والحشيشه نص على مش نص بقى هو ابن تيميه كان بيشربه ما يعرفوش ابن تيميه قال اشد من الخمر هو ما يعرفوش كفايه يا رجل رجل بيقول لك المكان الراجل بيبيع الحشيش على بوابه المسجد يعني قال قال محمد الخمر على الحشيش الافيون كلام مش لا سيب 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 الحشيشه تغطي الحشيشه تغطي العقل بنفسه بس صبرا عشان ما حد يتكلم في هذا الباب الا من يعلم الحشيشه تغطي العقل بنشوه توافقون ام تخالفون موافق طبعا في تخدير ونشوه في نشوه وفي نشوه الافيون لا سيب الافيون الحشيش الافيون ده هنتكلم فيه دلوقتي حشيش اه طبعا حشيش بيؤذي بالعقل خلاص يبقى اذا ولذلك ابن تيميه قال الحشيشه اشد من الخمر فيبقى اذا الحشيش محرم يكون فيها الحد سيدنا ايه والله هذه المساله لابد ان نقول أن الحد فيها واقع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر فيأخذ حكمه فأما الأفيون الأفيون حقا قال لي كثير ممن يفقه هذه المسألة قالوا لا يغطي على العقل ولذلك أنا متوقف أنا حد بيكلمني بسكت بيقول لي تحرمها أقول له لا تحللها أقول له ما أعرفش حقا ولذلك بس الأخ اللي ألح علي جامد جدا الأمر يظهر أنه كان سريع جدا الباب يريد الآن أنا أتكلم فيه فاقسم لي انه لا يغطي العقل لا يغطي يا شيخ القول الوحيد بس يبلغ يا شيخ الوضع في يعني سيبها يا دكتور ما فيهوش اعرف ناس يعني اصدقائي شيخنا الراجل يعرف نفسه عشان يعرفوا ذكر اه يعني انت بس منتبه شيخنا انا اقول لك ايه بس انا في العب نفسه اشكال 20 سنه في الموضوع ده مش بشربه يعني نفس اللسان دي طيب خلاص ها لا القات القاتل اليمني ما حتى اصلا زعموا ان الشوكاني كان يجيزه وكان ياخذه وانا استبعد ان الشوكاني كان ياخذه يعني حشاه لكن عامه هذا كله خلينا ناخذ الضابط العام كل مسكر يغطي العقل بنشوه فهو خمر ياخذ كل احكام الخمر اقول ايضا من الكبائر في هذا الباب لو كميه منه كبيره تغطي خلاص ما كل ما اسكر كثيره فقليله حرام هذا حديث نص سيدنا عباس صغير نعم يبقى بذلك ان نقول هنا تتفاوت الدرجات في الكبائر ايضا تتفاوت درجات الكبائر في المغفره في المكفرات يعني اذا قلنا بان الصغائر لها مكفرات فالكبائر لها مكفرات نعم ما تكلمنا عن المال احنا والمال أيضا الكبيرة السرقة وحد الكبيرة في السرقة النصاب فمن سرق تمر أو تمرتين صغير من سرق مالا لم يبلغ إلى النصاب فليس فاعل الكبيرة طبعا النصاب عندنا ربع دينار ربع دينار هنا ممكن يعمل 1000-1200 صحيح؟ جرام ده كم مش عارف 20 كيلو ولا 21 سعر شحنه ربع دينار تحسبها ربع دينار يصل ل 1000 دينار 4 وربع جرام ده يبقى 24 ممتاز ربع دينار قلت جرام وقليل يعني هيوصل ب 1000 حاجه صح الجرام بكام 700 يعني يوصل 1000 من سرق ال 1000 فعل كبير اقل من 1000 تقريبا اقل من 1000 صغير فنس النصاب نصاب السرقة آسف هو الذي يفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة تبقى لنا المسألة الأخيرة وهي أن الكبائر لها مكفرات كما أن الصغائر لها مكفرات الكبائر لها مكفرات كما أن الصغائر لها مكفرات أعظم كبيرة قلنا بوابة كفر قتل النفس فلها مكفرات ابن تيمية وضع ضابطا عظيما قال كل عمل كبير يكفر الكبير كل عمل كبير في الإسلام يكفر الكبير من زمان يقول ذلك على معنى الكلام ولذلك قال والصحابة لا يلد أحد لسانه فيهم إلا كان مخزولا
ولأنه قال إيش قال ولهم من الحسنات من بحور الحسنات التي يكفر الله بها ما وقع فيه من الكبائر. حاطب وقع في الكبيرة ولا ما وقع في الكبيرة؟ كان عمله في الإسلام سببا في محو هذه الكبيرة. قال وما يدريك لعل الله اطلع على بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وقتل نفسه وقال لن نصلح منك من ما افسدت. وكان انقذه الرجل عاما يدعو الله حتى راه في وجه حسن وسيره حسنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على يديه فايه فاغفر، مع انه قتل نفسه ولكن هو قال غفر الله لي بهجرتي، والهجره من افضل الاعمال، بهجرتي للنبي صلى الله عليه وسلم. والبغية التي سقط الكلب بنوع إخلاص وصدق في القلب. يا ربي القلوب بغية، عشان كده قلت أي إنسان سيتجرع على عرض أحد يويله يويله في هذا الباب. بغية تشرب الخم يعني تأكل من الحرام وتفعل الحرام. سقط كلبا فقط، سقط كلبا وقبل الله من الكلب الشفاعة. الكلب قال الله شكر لها ما فعلت، لأن في الحديث في نص أحمد شكر الله لها فقبل الله فغفر له. أشوك شوك يضر الناس فوضع الرجل، بس فقط هذا العمل أنه أخذ غصن الشوك الذي يضر الناس في المشاة بقلب صادق مخلص فنحاه فشكر الله له فغفر له. التيسير على الناس عشان تعلم كيف أن سعيك في قضاء حاجات الناس أرقى ما يكون لك مكانة. التيسير على الناس، هو قال عملت خيرا قط؟ قال ما عملت خيرا قط. قال ابحث، قال ما عملت خيرا قط غير ان لي عمال ابعثهم، فمن كان ميسورا اتسمح معه ومن كان معسرا كنت ايه اسقط عنه اتجاوز عنه. فقال الله انا احق بذلك منك، وتجاوز ودخل من اول وهلة الجنة. عشان تعلم كيف الإحسان للغير وعدم الإضرار بالغير يكون أرقى ما يكون في هذا الباب. بإذن هذه مسألة أيضا عظيمة جدا رفيعة المستوى في هذا الباب، كبيرة ولها إيه ولها مكفرات، يعني حتى الكبيرة. عشان كده قلنا لا تستطيع أن تفسق أحدا إلا من ظهر حاله وغالب حاله الفسق، لا تستطيع. لذلك من تجرأ على تفسيق أحدا فهو فاسق، مشكلته كبيرة جدا. نعم، لأنه قد يكون عنده من الماحيات ما لا تتصوره أنت ولا تعلمه في هذا الباب. هو عمر لما يضرب عليه بيد من الحديد ويقول منافق ويخطئ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أخطأ عمر في هذا الباب. هو يقال في عمر أقره وأخطأه، تفهمون كيف؟ أقره بإيش؟ بأن هذا الفعل نفاق، أقره بأن هذا الفعل نفاق، لكن لا يسقط على العين، لأنه قال إيش ما يدريك لعل الله فقال افعلوا ما شئتم قد غفرته. فهو شوف حتى في هذه، لذلك قلنا التجديد في هذا الباب على التفسيق في أمور. عشان نقول الذين يتسرعون سرسرة النساء اللي يجلسون يتكلمون هذا مبتدع هذا فيه، هؤلاء قضوا على أنفسهم دون أن يأتي، يعني دول تسبوهم وتقبلوهم وتمشوا بعيد، يعني تقبلوهم أن يسمعوا لكم، فإن لم يسمعوا لكم قبلوهم إيه اتقاءا وفروا، لأن هؤلاء شغلهم الله بأنفسهم، خزلهم الله جل في علاه. مسألة عزيزة جدا وعظيمة جدا، لابد من الإظهار ولابد من الدرء ولابد من 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 الإعلام بذلك مسألة، ولابد أن تعلم أنه إيه لم يكن له توبة. لذلك شوف شيخ الإسلام يقول وليس من شروط ولاية الله عدم الوقوع في الكبيرة. ما بتكلمش على الصغائر دلوقتي، ده احنا تجاوزنا الحد، نتكلم على إيه؟ الكبائر. ليس من شروط ولاية الله ألا يقع في الكبيرة. من الشرط أنه لو وقع إيه يتوب أو يأتي بحسنة كبيرة تمحو هذا ويكون وليا ويكون ولي، وتخشى على نفسك منه تخشى على نفسك منه، لأن الله سيحارب لأجله من عاد لي وليا فقد قدمته بالحرب. ويستهدئ كثيرا الأغبياء السفهاء بهذا الحديث عندما ترى التعدي السافر منهم على الأولياء ويقول الله وفين. أنا أقول لكم القرامطة أخذوا اقتلعوا الحجر، اخترعوا الحجر، شوف بقى الجرأة وصلت فين، نظروا للسماء قالوا أين الطير الأبابيل، ده بيكلموا مين؟ سلم يا رب سلم، والله قالوا أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، أو اقتنعنا الحجر.
فعنا ما لم يفعله أبراه. ما أراد الله له من إيه؟ الخلوص في النيران. ها؟ ممتاز، جزاك الله خير. يأجوج ومأجوج. شوف ربنا فتنهم لدرجة إيش؟ طبعا البحيرة أخرهم قال هنا كان فيه علامة بحر يعني فيه شربوها. أنهوا المسألة أخضر الأخضر يابس. لما ضربوا النشابة في السماء نزلت بدم. قالوا اقتلنا أهل الأرض وقضينا على إيه؟ على أهل إيه؟ فتنهم الله جل وعلا. فرعون عمل كده. والمشكلة كلها سترى الكورونا سننتهي فستعلم الأصوات علوا وطغيانا وعطوا. ويبقى ده الله استدرج استدراجا تاما. لأن فرعون فرعون الله استدرجه بهذا الأمر. أعطاه 10 من الآيات. نزلت عليه. استكان ولا ما استكانش؟ لا استكان. استكان وراجع. ما هي دي بقى المشكله اللي مخلينا عايشين في 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 مناهر فيه من هنتجن. ده هو ادخى ادخى الارض عمل ايه؟ راجع واستكان وراجع. يا ايها الساحر ادعوا لنا ايه؟ لكن بعد ما كشف والله عالم. يعلم سبحانه وتعالى فعلا ما كان وما يكون. بعد ما كشف ازداد طغيانا ولا ما ازداد؟ ده كمان بقى ازداد. وقال ساقتل لك اوليائك. قتلهم. وفي بني إسرائيل أسوأ البشر. يعني هنا أفهم كلمة مهمة جدا على حديث النبي هؤلاء القوم لا أشقى بهم جالسون ولو كان أسوأ الناس جالس معهم في المجلس. سيغفر له سيغفر له في شيء الله علمه فآت به ليغفر له. نفس الأمر بني إسرائيل أنقذهم الله مع أنهم عبدوا العجل. بعد مش عجل إيه ده هي إن ورا كده البحر. يعني هو لو التفت وجد البحر الذي حدث فيه. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم. ايه ما في ده ما يعني ده مش ممكن. ده مش ممكن يكون في بشر كده. الله يلعنهم. سماء وارض وسحاب وهواء وبحر وينتقم منهم انتقاما شر انتقام. سحائب اللعان تنزل عن تطرى امه غضبيه. فقالوا اجعل لنا ايه إلها كما لهم اله. وكفر وعتر. ايش اللي حدث بقى موسى قبل موسى؟ لا اتركهم هؤلاء لان عتوهم اخذوا العقاب. فرعون بعد ما استكان ورجع رفع الله ولا ما رفع؟ طب رفع الله. بعد كده بقى ماذا تفعلون؟ كيف لينظر كيف تفعلون؟ ازداد طغيان وقال ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد. ايش اللي حدث بعدها؟ انتهى الموضوع. فاوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك على البحر. فالمسألة انتهت في هذا الباب على الانتقام الشديد. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستكين يتضرع ويرجع ولا يطغى ويعتو ويزداد عتوا وطغيانا. اللهم أمين يا رب العالمين. عامة إذا الكبيرة عندما يكون هناك حسنة كبيرة فتكون إيش محيا كلها المكفرات. وهذا من أهم الأبواب التي تتأتى وأعظمها كمال التوحيد. أعظمها كمال التوحيد. يعني من أراد ومن رام بكبيرة أو صغيرة أن تمحى يهتم بالتوحيد. لا يسكت عن الشركيات التي تحدث أمامه. أوه كلمة لازم تقال. الولد شريف هذا ليتني أراه قبل يده. تقرأ أنت عشان تسعدك الكلمة. خذ اقرأها من قاله عشان تعلم كيف أن طلبة العلم اللي تحبه كما أحبه أنا. راحت فين شريف؟ اقرأها علما للجماعة على ما قال. قال علي بن المديني رحمه الله لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبة يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسعون طريقته إلا ثلاثة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس فما بال المتمذهب الجدد. رأيت الولد هذا سيف بطار على يعني ما شاء الله طالب علم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ولذلك أنا لا أنفيها لا أنفيها. أنا أنفي إيه؟ التقعر فيها وعدم تعظيم السنة. وبعدين طبعا هو بيعموا على الناس. لا مين احنا بنعظم السنة؟ تعظم السنة. ما انا قلت لك الان امامك قال في الحديث تقول لي امامي اعلم به. فين تعظيمك للسنة هنا يا اخي؟ تأسيس ابن صاحب الاشراف صاحب الاوسط ابن المنذر بيقول لما يأتيني النص من النبي صلى الله عليه وسلم احترم النص عظمه لا تخصصه بعقل. وهذه مسألة القياس يخص الـ 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 النص أم لا والعلة تخص النص أم لا فيها طبعا بحر أصولي معين. لكن على ما يفعلون الآن لا تقويد للنصوص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى
صراط مستقيم.